يعني ديننا دين سلام، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي السلام. تحيتنا في الدنيا هي السلام، وتحية أهل الجنة في الجنة السلام. وده يخلينا نسأل، ما هو معنى السلام في البداية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، في الحقيقة إن قضية السلام واسم السلام وتحية السلام زي حضرتك ما ذكرتي، وأن الله عز وجل اختار لنفسه من أسمائه الحسنى السلام كما جاء في آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الكدوس السلام المؤمن المهيمن. فالسلام هو اسم من أسماء الله عز وجل، وجعل الله عز وجل تحية أهل الإسلام السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي هذا كله رد على كل من يقولون أن الإسلام يتعطش إلى سفك الدماء، وأن الإسلام جاء لكي يحصد الرؤوس وكي يهدم البيوت ويخرب المجتمعات. نقول لهم أن دين الإسلام جاء لكي ينشر السلام بين الناس جميعا. فنبينا صلى الله عليه وسلم الذي جاء برسالة السلام يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تحبوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. والمقصود هنا بإفشاء السلام ليس إلقاء السلام فقط. نعم، إلقاء السلام له أجر وله حسنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قولا وفعلا بثلاثين حسنة، يعني السلام عليكم حسنة. بعشر حسنات ورحمته بعشر حسنات وبركاته بعشر حسنات كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه هي بثلاثين حسنة وليه عليها حسنات؟ عشان نكثر من السلام ونشر السلام ونذكر نفسنا بالسلام ونذكر أنفسنا بالسلام. يبقى تحياتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إفشاء السلام يعني نعيش في سلام داخلي، سلام مجتمعي، سلام عالمي، تعيش البشرية كلها في سلام. مش مجرد ان انا اقول لواحد او اقول لمجموعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته او هم يسلموا علي، لا. إفشاء السلام يعني عايزين السلام يعم الدنيا كلها. خليني اقف معاكي لان انا عارف ان وقت البرنامج بيكون ضيق. ان لا يمكن يتحقق السلام المجتمعي ولا العالمي الا اذا تحقق السلام الداخلي للانسان.